تسعة أحمد جمال، 99 الهادي سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء دائما معكم عبر قنوات أون تايم سبورت ومباريات دوري المحترفين لمصر المصري لكرة اليد في الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل المسابقة لتقام في صالة الدكتور حسن مصطفى في أكتوبر. اليوم هو اليوم الثاني من مباريات الدورة المجمعة الأولى. تابعتوا معانا مباريات اليوم الأول في الدورة المجمعة الأولى، كانت مباراة الزمالك والجيش، وانتهت المباراة بفوز نادي الزمالك بنتيجة 34-29. المباراة الثانية كانت بين فريقي الأهلي وسبورتينج، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 28-26. نظام الدورة المجمعة عشان كل المشاهدين اللي بيتابعونا، طبعا بعد انتهاء المرحلة الثانية تم تصنيف أول أربع فرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية لفرقتين المرتبط 2002 و2004. صعدت أول أربع أندية إلى الدورتين المجمعتين. إحنا اليوم في الدورة المجمعة الأولى. كانت الأندية اللي صعدت بالترتيب: الزمالك في المركز الأول، الأهلي في المركز الثاني، سبورتنج في المركز الثالث، الجيش في المركز الرابع. الأربع فرق اللي صعدت إلى الدورتين المجمعتين، كان الزمالك دخل بنقطتين اعتباريتين لأن هو صاحب المركز الأول. الآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. انتهاء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نزل فريقين أرض الملعب، بنتابع معاكم. صعدت أول أربع أندية: الزمالك في المركز الأول برصيد نقطتين اعتباريتين، ثم نادي الأهلي كان دخل برصيد نقطة ونصف، وسبورتنج في المركز الثالث برصيد نقطة، والجيش برصيد نصف نقطة. اتلعبت امبارح المباراة الدورة المجمعة، الفائز بياخد ثلاث نقاط، في حالة التعادل كل فريق بياخد نقطتين، في حالة الخسارة كل فريق بياخد نقطة واحدة. بنتائج مباريات أمس في اليوم الأول من الدورة المجمعة الأولى: نادي الزمالك فاز على نادي الجيش 34-29، خد ثلاث نقاط الفوز للمباراة تضاف إلى النقطتين اللي دخل بيهم مباراة الدورة المجمعة، يبقى الزمالك في المركز الأول برصيد خمس نقاط. النادي الأهلي فاز أمس على سبورتنج 28-26، خد ثلاث نقاط الفوز بالمباراة تضاف إلى النقطة ونص اللي دخل بيهم الدور مجمعة أولى، يبقى الأهلي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ونص. سبورتنج كان خسر من النادي الأهلي، خد نقطة الخسارة تضاف إلى النقطة الاعتبارية اللي دخل بيها، فمعاه نقطتين في المركز الثالث. نادي الجيش برضو خد نقطة الخسارة من خسارته أمام نادي الزمالك أمس، تضاف إلى النصف نقطة الاعتبارية اللي دخل بيها الدور المجمعة الأولى، يبقى الجيش في المركز الرابع برصيد نقطة ونص. ترتيب الزمالك في المركز الأول خمس نقاط، الأهلي في المركز الثاني أربع نقاط ونص، سبورتنج في المركز الثالث نقطتين، الجيش في المركز الرابع نقطة ونص. اليوم هو اليوم الثاني بين النادي الأهلي ونادي الجيش. بيمثل النادي الأهلي النهاردة في المباراة عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، إسلام حسن، إبراهيم المصري، مصطفى خليل، أسامة الجزيري، محمود محمد نعمان، سيف هاني، محمد سليمان لاشين، محسن رمضان، ياسر سيف، احمد هشام السيد، سيسا، عبد الرحمن فيصل، احمد راضي،
ومحمد احمد، والمدير الفني كابتن طارق محروس. اما نادي الجيش فممثله النهارده محمد سراج، هادي رفعت، مؤمن حسام، احمد جمال، الهادي سليمان، يوسف احمد، زياد احمد، يوسف طارق، عبد الرحمن بدوي، شهاب الدين، زياد علاء، محمود عصام، محمد محسن، محمد ابراهيم، ومهاب سليمان. كابتن المدير الفني لنادي الجيش كابتن خالد بندق. النهارده النادي الاهلي هيلعب بالزي الازرق، طبعا كل الالوان نادي يعني الاتحاد المصري لكره اليد عامل تقليد جديد في الدورات المجمعه، محدد كل فريق محدد الوان التيشيرتات اللي هيأدي بيها كل مباراه في الايام الثلاثه من الدوره المجمعه الاولى، وايضا في الثلاثه ايام في الدوره المجمعه الثانيه اللي هتكون ايام 29 و30 و31 مارس. ايضا في بروتوكول جديد بيتم في الدوره المجمعه او في الدورتين المجمعتين، بيتم اختيار افضل لاعب في المباراه في نهاية المباراة، وده يعني عامل رونق جميل جدا في هذه المباريات. شوف تابعنا امبارح امس رجل المباراة في المباراتين، سواء في مباراة الزمالك والجيش او في مباراة الاهلي وسبورتنج. طاقم تحكيم لهذه المباراة كابتن احمد مصطفى شوقي، محمد محمود عادل، نقاطي ومسجل كابتن مصطفى المعاملي وكابتن محمد سامي، مراقبين المباراة كابتن عفت رشاد مراقب عام رئيس لجنة المدربين للاتحاد المصري لكرة اليد ومقرر اللجنة الفنية، وكابتن شعبان محمد وحس كابتن حسين توفيق. ابتدينا أحداث الشوط الأول من المباراة. زي لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن، نادي الأهلي هيلعب بالزي الأزرق ونادي الجيش على يمين الشاشة اللي كان معاه رمة الإرسال في الشوط الأول بالزي الأسود. ابتدينا أحداث الشوط الأول، هجمة مع نادي الجيش، دفاع 6-0 من النادي الأهلي، تصويبة من نادي الجيش في بدايه احداث الشوط الاول، بتصطدم بحائط الصد الدفاعي من اسامه الجزيري، ترتد له مره اخرى وبيقدر يسجل الهدف الاول لنادي الجيش. بيتقدم نادي الجيش في اول ثواني من احداث، اصطدمت بابراهيم المصري، ترتد له مره اخرى بيقدر يسجل الهدف. هجمه مع النادي الاهلي، رمية حرة على طول أسامة الجزيري، اتلعبت الرمية الحرة، أسامة الجزيري في الباك الشمال على طول، محسن رمضان في الباك اليمين، تاني للجزيري اللي بيعمل زيادة عددية من ناحية الباك الشمال وبيخترق في ثغرة دفاعية في دفاع نادي الجيش، بيقدر يسجل هدف التعادل. رمت إرسال سريع على طول لنادي الجيش وفصل بريك سريع، بيحاول يعمل هجوم خاطف سريع في الارتداد السريع للدفاع، لكن ارتداد سريع من دفاع النادي الأهلي، بيبتدي لعيبه نادي الجيش يبتدوا يعملوا هجمه منظمه. هجمه منظمه لنادي الجيش، زياد صانع لعب نادي الجيش بينزل يقطع الجناح علشان يعمله ينزل خط الدفاع النادي الاهلي على 6 متر عشان يدي الفرصه للتصويب، اخترق فعلا لكن اصطدمت الكوره بالقائم وبترتد، لكن الحكم بيقول ان بعد ما ارتدت الكوره كان لاعب نادي الجيش كان داخل 6 متر ثاني. فاست بريك سريع للنادي الاهلي وبيقدر يصوب، فاست بريك سريع للنادي الاهلي بيقدر يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، 2-1 للنادي الاهلي في اول تقريبا 3 دقائق من احداث الشوط الاول. ثاني هجمه على نادي الجيش، عايزين ننزل الكوره على الدايره، لكن دفاع قوي من النادي الاهلي، بياخد نادي الجيش رميه حره، مصطفى خليل سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، فاست بريك سريع، دي اعاده للكوره بتاعه نادي الجيش، 2-1 تقدم للنادي الاهلي، 3 دقائق من احداث الشوط الاول. زياد لكن بيقطع الكوره، اسامه الجزيري توقع للتمرير وبيقدر يقطع الكوره ويقدر يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي على يمين هادي رفعت حارس مرمى نادي الجيش. 3-1 للنادي الاهلي، بادي النادي الاهلي بقوه في بدايه احداث الشوط الاول، لسه لعيبه نادي الجيش ما دخلوش في التركيز الكامل في جو المباراه، مهم جدا المباريات ديت يبقى انت في كامل تركيزك من بدايه المباراه. تاني هجمه مع نادي الجيش، زياد صانع اللعب، ماشي الكوره عبد الرحمن بدوي في الباك الشمال، بيطلع يقابله ابراهيم المصري، بيجبره انه يصوب من مسافه بعيده من خلال 9 متر، تروح سهله لحارس المرمى، ترتد على طول لسيسا وبينفرد بهادي رفعت وبياخد رميه جزائيه، رميه جزائيه بيتسبب فيها لاعب نادي الجيش ابو المعاطي. سيسا بيقول له، بيكلمه بيقول له كنت ممكن اتصاب. طبعا في حاله
ادي تصدي من عبد الرحمن طه ويطلع فاست بريك على طول اسامه الجزيري. ودايما في حاله انفراد اللاعب حارس المرمى ما تحاولش تعيق انت يعني اعاقه اللاعب في اثناء انفراده بحارس المرمى بتبقى فيه رمى جزائي وقرار ايقاف دقيقتين، انت بتاثر على فرقتك انك تلعب الفرقه بتاعتك ناقصه ايقاف دقيقتين. تاني رميه جزائيه محسن رمضان بيتصدى لها هادي رفعت حارس مرمى كبير هادي رفعت، لكن بترتد مره اخرى لمحسن رمضان وبيقدر يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. تقدم للنادي الاهلي 4-1، 4 دقائق من احداث الشوط الاول. بقول لكم لسه لعيبه نادي الجيش مش بالتركيز المطلوب في بدايه احداث الشوط الاول، وده بيفرق كتير جدا في الاداء في هذه المباريات القويه. مهم جدا تدخل بكامل تركيزك في جو المباراه. تاني تحضير في الهجوم عبد الرحمن بدوي لزياد صانع اللعب، بيطلعوا يقابلوه ياسر سيف وبيخترق من ناحيه الباك اليمين بقرار بمهاره فرديه بيقدر يسجل الهدف التالي لنادي الجيش. مهاره الفرديه اللاعب بيقدر يخترق وبيرد عليه النادي الاهلي برمه ارسال سريعه وفاست بريك سريع بيسجل الهدف الخامس، وما كانش لسه التمركز الدفاعي حصل بالطريقه المظبوطه لنادي الجيش بيقدر يستغله لعيبه النادي الاهلي وبيسجل الهدف الخامس. دايما في اسلوب كره اليد الحديثه هو الفاست بريك السريع، رمه الارسال السريعه والتحول السريع من الدفاع للهجوم، بتستغل عدم الارتداد السريع للدفاع الفريق اللي قصادك في الملعب والتمركز الصحيح. برضه لتاني مره كان بيحاول اسامه الجزيري يقطع التمرير لتاني مره. صانع اللعب طبعا بيبقى مهم جدا يبقى مركز وبيقرا الملعب هو كمان، يعني يبقى فاهم الدفاع اللي قصاده بيدافع ازاي. وتاني هو عايز ياخد الكوره لكن بيقطعها اسامه الجزيري، هنشوف ايه قرار التحكيم للنادي الاهلي. في تشاور هجمه مع نادي الجيش، تشاور من طاقم التحكيم في القرار كابتن احمد مصطفى شوقي وكابتن محمد محمود عادل. رميه حره لنادي الجيش، هتتلعب الرميه الحره على طول. زياد رحمن بدوي لزياد، بيطلع لعيبه نادي الاهلي بره 9 متر يقابلوا الخط الخلفي لنادي الجيش، عايز يمرر الكوره لكن بيقدر يسيطر على الكوره وبيصوب، لكن عبد الرحمن طه مركز كويس حارس مرمى النادي الاهلي يتصدى للتصويبه وهجوم خاطف سريع للنادي الاهلي. محسن رمضان من ناحيه الباك اليمين عايز يعمل زياده عدديه ناحيه مصطفى خليل، لكن ارتداد سريع في دفاع نادي الجيش. محسن رمضان تاني عايز يكمل الفاست بريك للجزيري، للجزيري خد قرارين في نفس التوقيت، قرارين هل يصور نزل كوره على الدايره وتطلع الكوره بالمنظر دوت، تروح في هجمه لهادي رفعت يطلع الكوره على طول. زياد ارتداد سريع في دفاع النادي الاهلي، هجمه منظمه لنادي الجيش. 7 دقائق من احداث الشوط الاول. زياد عبد الرحمن بدوي بيتحرك تاني من ناحيه الجناح عايز ينزل الكوره على الدايره، لكن دفاع قوي اتنين لعيبه بيسندوا مع بعض في حاله الدفاع على لاعب الدايرة. عبد الحميد السيد تاني لزياد عايز يعمل تصويبة من ناحية الباك اليمين، بيطلع يقابله ياسر سيف يجبره على التمرير مرة أخرى ما يصوبش. تاني الكرة ناحية الباك الشمال عايز نازل كرة على الدايرة، بيستلم الكرة وبيحصل على رمية جزائية وإنذار لإبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي. اداله رمية حرة مش رمية جزائية وإدى إنذار لإبراهيم المصري. بنشوفها تاني في الإعادة، رمية حرة لنادي الجيش، تقدم للنادي الأهلي 5-2. تاني عايز ينزل الكورة وعايز يعدي عايز يوجد ثغرة في الاختراق، لكن دفاع قوي من إبراهيم المصري وأسامة الجزيري. لغاية دلوقتي دفاع النادي الأهلي مقفلين على الخط الخلفي لنادي الجيش. زياد عايز ينزل الكورة على الدايرة مقفول عليه، بقول لكم لغاية دلوقتي هما بيتحركوا مع الكورة وفي صعوبه في الخط الخلفي لغايه دلوقتي وصانع اللعب زياد اللي يوجد ثغره ما عدا بس قرار دلوقتي قدر هو يخدع دفاع النادي الاهلي وبيقدر هو بقرار بيقدر يعدي خدع بيها دفاع النادي الاهلي كله، افتكر ان هو هيمرر للباك اليمين بيقدر يسجل هدف الثاني. فاست بريك سريع للنادي الاهلي بعد رمية ارسال سريعه بيحصل على رميه حره. 5-3 للنادي الاهلي، 8 دقائق من احداث الشوط الاول. مصطفى خليل بياخد رميه حره
مصطفى خليل بيلعب صانع لعب للنادي الاهلي. ابتدت لعيبه نادي الجيش تسيب خط الستة متر وبتطلع بره التسعة متر عشان توقف خطوره الخط الخلفي للنادي. وهنا ارتباك من احمد هشام سيسه بتقع منه الكوره، برده خد قرارين في نفس التوقيت، فخد الكوره في الهجمه لنادي الجيش. عايزين نفصل بريك سريع لزياد اللي عايز يكمل، لكن التمريره مش مظبوطه، تتقطع من زياد، ترتد للنادي الاهلي. احمد هشام سيسه المنفرد بهادي رفعت وبيحط الكوره بغرابه شديده جدا بره المرمى، بغرابه شديده جدا، هو منفرد بهادي رفعت بيحط الكوره بره المرمى. طبعا في مباريات زي ديت دايما بيبقى في حاجات مؤثره جدا في المباريات اللي هي يعني مباريات بطوله، دايما بيبقى في دور كبير جدا لحراس المرمى في المباراه، وايضا الانفرادات بتاعتك بحارس المرمى انك تسجل، وفي الرميات الجزائيه انك تسجل، الحاجات دي كلها بتبقى مؤثره جدا في نتيجه المباراه. طبعا زياد صانع لعب عايز يصوب، لكن بيتقفل عليه مسام الجزيري تاني، عايز يبتدي نادي الجيش بيبتدي يسرع ايقاع الملعب علشان يكسر خط الدفاع، لكن التمريره مش مظبوطه لناحيه الباك الشمال عبد الرحمن طه. خطا على عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الاهلي، بيبقى رميه حره للجيش. ابتدى نادي الجيش بيحاول يسرع سرعه ايقاع الملعب عشان يوجد مساحات في دفاع النادي الاهلي. بطء الكوره كان مسهل ماموريه الدفاع. تاني عبد الرحمن بدوي في الباك الشمال عايز يعادل مسام الجزيري، بياخد رميه حره، بياخد رميه حره. اتلعبت الرميه الحره على طول وعايز يصوب، بيتحركوا على الدايره في اتنين لعيبه على الدايره عشان يدوا فرصه للتصويب، لكن كان بيدور عليهم لقى الاثنين ممسوكين، خد قرار التصويب، تطلع كره بره المرمى. 5-3 تقدم النادي الاهلي بفارق هدفين، 10 دقائق من احداث الشوط الاول، وفي احتكاك هنا بين ياسر سيف وبين لاعب نادي الجيش. يلا يلا رجاله، يلا رجاله، يلا عبد الحميد السيد. فاول للنادي الاهلي، رميه حره مصطفى خليل. تاني تحضير في الهجوم للهجمه المنظمه للنادي الاهلي، مصطفى خليل، اسامه الجزيري في الباك الشمال، بيتحرك له ياسر سيف على الدايره، محسن رمضان عايز نازل الكره على الدايره ياسر سيف، ثلاث لعيبه بيدافعوا عليه، قروا التنفيذ الخطط اللي كان عايز يعملوه النادي الاهلي. بياخد ياسر سيف رميه حره مره ثانيه، ومصطفى خليل عايز يصور، اتقفل عليه، نازل الكره حلوه قوي على الدايره لسيسا، لكن تصدي رائع من هادي رفعت حارس مرمى كبير للنادي الجيش، عنده خبره كبيره، وفاست بريك سريع، لكن ما ينجحش فيه النادي الجيش في نتيجه التسرع في التمرير والاستلام، يفقد الكره، ترتد الكره لنادي الجيش، وبيصوب كره قويه احمد هشام سيسا في فاست بريك، بيقدر يسجل. ادي هادي رفعت حارس المرمى مش عاجبه فقد الكرة من زمايله في الفاست بريك اللي كانوا رايحين بيه، ودي من الحاجات دايما بيبقى فيه ردود فعل لحارس المرمى لما بيتصدى لتصويبه في انفراد وبيطلع الكوره فاست بريك والكوره ما تسجلش، دايما بيبقى حارس المرمى بيبقى بنشوف رد الفعل دوت، ان هو يعني بيبقى متضايق ان المجهود اللي عمله ما اثمرش ان هو يرتد ان فرقته تسجل هدف. شهاب نزل في الباك الشمال لنادي الجيش، تاني تحضير وانذار لاسامه الجزيري، حكام عينيهم على الدايره، احتكاك لاعب الدايره بالمدافعين في الفرقتين. شهاب في الباك الشمال لعيب مؤثر، تحضير تاني عايز ياخد قرار التصويب، تصويبه سهله يصدها عبد الرحمن طه، لكن ترتد لناحيه الجناح اليمين اللي كان انطلق هنا احمد شمس للفاست بريك، ما كانش لسه مامن على الكوره، بيقدر يسجل نادي الجيش الهدف الرابع. ادي ترتد مره اخرى، كان انطلق احمد هشام سيسه في فاست بريك، ما كانش لسه عمل التامين الدفاعي الواجب الدفاعي ليه، بيقدر يسجل نادي الجيش الهدف. هادي سليمان بيقدر يسجل هدف الرابع. 6-4 فارق هدفين للنادي الاهلي، 13 دقيقه من احداث الشوط الاول من المباراه. الجزيري مع مصطفى خليل بيعكسوا الاماكن، تاني مصطفى خليل عايز يعدي ويعمل زياد عدين احسن محسن رمضان، الحكام بيدوا رميه حره. تاني مصطفى خليل، اسامه الجزيري
بيقفلوا عليه، دي كوره ناحيه الجناح الشمال لاحمد هشام. سيسا دخل من زاويه صعبه لكن وسع لنفسه زاويه التصويب بمهاره عاليه وبيسجل هدف السابع. وسع لنفسه، بنشوفها تاني في الاعاده، خد الارتقاء العالي ده مهم جدا للجناح، الارتقاء العالي عشان يعلى فوق حارس المرمى وبيقدر يسجل. وهنا نفس القصه ان هو حارس الجناح الشمال لنادي الجيش فاست بريك سريع بيضيع فرصه هدف اكيد، بيضيع محمد عصام فرصه تسجيل هدف اكيد، تصدي من عبد الرحمن طه. بص داخل يعني كل زوايا التصويب مفتوحه له لكن حط الكوره مش بالتصويبه المظبوطه، محمد عصام سهله لعبد الرحمن طه يتصدى لها رغم ان كان كل زوايا التصويب مفتوحه له، بعكس احمد هشام سيسا اللي وسع لنفسه. بص يعني كان المخرج سمعنا معانا على طول، بعكس كوره تسجيل احمد هشام سيسا من ناحيه الجناح اللي هو وسع لنفسه زوايا التصويب كان بالداخل وضع اصعب. 8-4 للنادي الاهلي، 14 دقيقه من احداث الشوط الاول. بيتكلموا مع بعض لعيبه نادي الجيش. زياد طالع له اسامه الجزيري لغايه خط نص الملعب. تاني عايز يعمل زياده مقفول عليه، دخل في حضن المدافعين، يعني دخل في المدافعين طبعا رميه حره، طبعا رميه حره يعني دخل في حضن المدافعين طبعا، زاويه التمرير هيبقى صعب جدا عشان كده قطعوها لعيبه نادي الاهلي. يعني بص داخل لغايه الزحمه وعايز يمرر، طبعا كل ايدين المدافعين دي هتقطع الكوره. تاني محمد احمد الجزيري عايز يعمل دبل تكوف ويصوب لكن ما كانش قاري معاه محمد احمد، بتقطع الكوره، فاست بريك سريع منفرد زياد وبيقدر يسجل الهدف الخامس لنادي الجيش، بيقدر يسجل الهدف الخامس لنادي الجيش. فاست بريك سريع برضه للنادي الاهلي بعد رمية ارسال سريعه وعايز يمرر الكوره لكن تتقطع، لعيبه نادي الجيش ممكن يعمل فاست بريك لكن التمريره للمره يعني بتتكرر كذا مره، تمرير خاطئ بيضيعوا دايما لعيبه نادي الجيش فرصه الهجوم الخاطف. بيقطع النادي الاهلي الكوره 8-5 في مهم جدا في الفاست بريك، دايما بيبقى في حاجه اسمها صانع لعب الفاست بريك هو اللي بيستلم او بيقود هجوم الفاست بريك او الهجمه المنظمه، زي ما بيبقى في صانع لعب كده الهجمه المنظمه برده في لاعب عنده مهاره الاستلام والتسليم في الهجوم الخاطف السريع. نزل دلوقتي محمد ابراهيم في نادي الجيش، محمد احمد بياخد رميه حره قطع من ناحيه الجناح اليمين للنص، مصطفى خليل لعب الرمى الحر على طول، محسن رمضان، محسن بيصوب المسافه بعيده جدا من خارج 9 متر لكن بيقدر يسجل الهدف على يمين هادي رفعت ما كانش متوقع التصويب. فاست بريك سريع لنادي الجيش، رمت ارسال سريعه، فاست بريك سريع اتعملت المره دي بنجاح، رد نادي الجيش على طول بعد تسجيل هدف للنادي الاهلي من عن طريق محسن رمضان بيسجل الهدف السادس. مهم جدا رمت الارسال السريعه والفاست بريك السريع ان يتأدى على المستويات الفنيه العاليه، بنشوف ده دايما ده في بطولات العالم وفي دوري انديه ابطال اوروبا اللي بتنقلها لكم دايما على الهواء مباشره قنوات اون تايم سبورت، مستوي الحاجات ديت بتفرق معاك جدا في ادائك للمباراه. 9-6 تقدم للنادي الاهلي، 17 دقيقه من احداث الشوط الاول. مصطفى خليل هينزل كره على الدايره لياسر سيف، بيتقفل عليه من محمد ابراهيم، تاني لاشين ادى تمريره خاطئه يقطعوها لعيبه نادي الجيش، عايز يعمل فاست بريك سريع، تاني بيكمل الفاست بريك لمحمد عصام في الجناح بيصلح خطاه، والمره اللي زي المره اللي فاتت اللي كان داخل وما كانش عمل تصويبه مظبوطه، المره دي بيقدر يسجل الهدف السابع. تمريرات خاطئه في الهجمه المنظمه لعيبه النادي الاهلي خدوها لعيبه نادي الجيش وعملوا فاست بريك سريع وبيدرس هذه التمريرات خاطئه برضو في يعني في محتوى او في ايدين المدافعين، طبعا التمريرات دي بتبقى صعبه جدا انها تبقى التمريره تبقى ناجحه. لاشين في الباك اليمين للنادي الاهلي تنفيذ خططي، لاشين فيصل اللي نزل لاسلام حسن اللي دفع بيه برضو كابتن طارق محروس، تصويبه مش مظبوطه تماما من اسلام حسن، مستعجل في قرار التصويب يعني تصويبها كلها مش مظبوطه ووضع التصويب كله مش مظبوط، بتروح سهله لهادي رفعت حارس مرمى كبير وعنده خبره كبيره، كان لعب في اليوبلس والاهلي وانتقل وراح المعادي وانتقل الى نادي الجيش عنده خبرات كبيره جدا. زياد صانع اللعب، 9-7 للنادي الاهلي، 18 دقيقه من احداث الشوط الاول. تنفيذ خططي لنادي الجيش وشاب اللي عايز يصور كره قويه وبيسجل الهدف الثاني، تصويبه من خارج 9 متر يعني
تصويبه قوي من خلال 9 متر، يستغل مهارته في التصويب، بيسجل هدف الثامن، رمت ارسال سريع على طول، فاست بريك سريع للنادي الاهلي، فيصل لكن بيطلعوا يقابلوه لعيبه نادي الجيش عشان يعملوا فاول، عايزين يعملوا فاول تكتيكي يوقف مسار الكوره، الحكم مشى الملعب، يجبر لعيبه النادي الاهلي على هجمه منظمه. اسلام حسن صانع اللعب للنادي الاهلي بيتكلم مع اللعيبه، بيمشي الكوره لاحمد هشام سيسه اللي ساب مكانه في الجناح الشمال، وكان وعمل خداع، كان محمد ابراهيم هيقطع الكوره، عمل 4 خطوات، اتلعب الكوره على طول، هادي رفعت بيلعب الفاست بريك في مش من مكان الخطا، الحكام بيرجعوه تاني. بص الكوره هنا اهوت، كان محمد ابراهيم عايز يقطع الكوره، محمد ابراهيم طبعا خبره كبيره، فاضطر احمد هشام سيسه عشان يتفادى قطع الكوره، عمل خطوه رابعه زياده، الحكام بيقولوا له العب الكوره من مكان الخطا. مهم جدا حتى في تاديتك الفاست بريك انك تلعب من مكان الخطا، ما تضيعش فرصه الفاست بريك، ودي من الحاجات دايما الاخطاء الساذجه للعيبه بنشوفها في المباراه. تاني تحضير تنفيذ خططي لنادي الجيش. شهاب في ناحيه الباك اليمين عايز يعدي بمجهود فردي ومهاره على طول، قرار ايقاف دقيقتين، كابتن احمد مصطفى شوقي بيشرح القرار، وده مهم جدا للحكام ان هو يشرح القرار، بنشوف الكلام ده دايما في بطولات العالم. ايقاف دقيقتين لعبد الرحمن فيصل، لاعب مؤثر جدا للنادي الاهلي سواء في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه. ايقاف دقيقتين نقص عددي للعيبه النادي الاهلي، هل هيستغل النقص العددي لعيبه نادي الجيش؟ شوف هو عدى خلاص من فيصل، فيصل جازه من الخلف، خد يستوجب قرار ايقاف دقيقتين. تاني شهاب عايز يعمل زياده عدديه لزياد، لكن اتقفل، بيتحرك لعيبه النادي الاهلي في الدفاع مع حركه الكوره لعيبه نادي الجيش. تاني ارتباك في التنفيذ، عكس الكره ناحيه الجناح اليمين لعبد المعاطي، عايز ينزل الكره على الدايره، وكره في انفراد كان ممكن يسجل، لكن تصويبه مش مظبوطه، وعمل نفس الخطا زي ما عمل فيصل، عايز يوقف الفاست بريك، كان عدى منه احمد هشام سيسه، جذبه من الخلف، استوجب طبعا قرار برضه ايقاف دقيقتين، ضيع فرصه تسجيل هدف التعادل، بنشوفها تاني. ده دي القرار اللي استوجب طبعا قرار ايقاف دقيقتين، طبعا واضح القرار، لكن ضيع فرصة، اهي بنشوفها تاني اهو، ده كان ممكن يسجل بيها هدف التعادل، ما بصش للمرمى ومستعجل في التصويب، تصدى لعبد الرحمن طه. 9-8 للنادي الاهلي، تلت ساعة من احداث الشوط الاول في اليوم الثاني من الدورة المجمعة الاولى لتحديد بطل دوري المحترفين. بنلعب تقريبا في اخر 10 دقايق من احداث الشوط الاول، نزل سيف هاني كصانع لعب، لاعب مهاري، اسلام حسن بيعدي، بقى في 2 صناع لعب في الخط الخلفي للنادي الاهلي، اسلام حسن وسيف هاني، بيستغل مهارته اسلام حسن خبره كبيره، بيقدر يعدي وبيقدر يسجل الهدف العاشر للنادي الاهلي. بنشوفها تاني، 2 صناع لعب، هنا بقى التحرك بتاع ياسر سيف لاعب الدايره هو اللي اداله المساحه دي، يعني بص تحرك ياسر سيف هو اللي اداله المساحه ديت لاسلام حسن ان هو يعدي. لغايه دلوقتي لسه لعيبه نادي الجيش ما استغلوش نقص العدد اللي موجود في صفوف النادي الاهلي، محمد عصام في الجناح لزياد، هننزل كره الدايره لمحمد ابراهيم، طبعا خبره كبيره، محمد ابراهيم لاعب الدايره نادي الجيش خبره كبيره وبذكاء، وطبعا كان في النادي الاهلي قبل كده، بيتكلم مع ابراهيم المصري، بينجح في الحصول على رميه جزائيه، لاعب خبره كبيره، لاعب منتخب مصر السابق، كان من الركائز الاساسيه في منتخب مصر، خبرته كبيره، ما ينفعش طبعا ابراهيم المصري مدافع عليه من داخل 6 متر، بيستوجب قرار رميه جزائيه لنادي الجيش. رميه جزائيه مهمه لنادي الجيش، 10-8 تقدم للنادي الاهلي، بنلعب في اخر 9 دقائق من احداث الشوط الاول. ومتردد هنا في تسديد القرار، يعني خد لسه ما خدش القرار بتاعه في انهي زاويه هيصوب فيها، تصدى لها ثبات انفعالي من عبد الرحمن طه حارس المرمى للنادي الاهلي، حارس مرمى متميز بيتصدى للرميه الجزائيه. لسه بنقول ان الرميات الجزائيه اخفاقك في تسجيلها، الفاست بريك بتاعك مش على المستوى المطلوب، الحاجات دي في انفراداتك بحارس المرمى، الحاجات دي هتبقى مؤثره معاك، ممكن تبقى مؤثره معاك في نهايه المباراه. سيف هاني صانع لعب النادي الاهلي، لاشين في الباك اليمين بتقفل عليه في دفاع نادي الجيش، يجبروه انه يرجع مره اخرى عن قرار التصويب، لاشين دفاع محمد ابراهيم بيصوب كوره قويه، اسلام حسن تصويبه من الثبات، من مهارات دي اسلام حسن دايما التصويبه من وضع الثبات، بتبقى ما يكونش المدافعين بيبقى متوقعينها ولا حارس المرمى، وبيقدر يسجل اسلام حسن الهدف. ادي اهوت، بص تردد في القرار انهي زاويه هيصوب فيها، في دايما خصائص معينه للاعب اللي بيتصدى للرميه الجزائيه، في لعيبه معينه عندهم المهاره ان هو بيتصدى للرميه الجزائيه.
شهاب 11-8 للنادي الاهلي، تقدم بفارق 3 اهداف 23 دقيقه من احداث الشوط الاول. شهاب في الباك الشمال ثاني وبتصدي بالتصويبه من مسافه بعيده، كمل النادي الاهلي في الملعب، ما استغلش نادي الجيش نقص العددي، تصدى لعبد الرحمن طه، اسلام حسن مش عايز يعمل فاست بريك، هدى الملعب بيكلمه من بره طارق محمد، طارق محروس كان عايز فاست بريك، اسلام حسن بيعتذر له بيقول له معلش انا مش عايز اعمل فاست بريك. لاشين يمتص حماس لعيبه نادي الجيش لعيبه النادي الاهلي. تاني على طول اسلام صانع اللعب، تاني على طول ليه فيصل عايز يصور كره قويه لكن تصدي من هادي رفعت، هادي رفعت تصدى للتصويبه، عايز يطلع فاست بريك على طول سريع لنادي الجيش. لشهاب بيزود الكوره عايز يخترق ونجح في الاختراق ونجح الفاست بريك، ونجح سرعه الفاست بريك لنادي الجيش يسجله الهدف التاسع. 11-9 للنادي الاهلي، اتعمل بنجاح الفاست بريك، ما حصلش تمرير خاطئ. تاني اسلام بياخد رميه حره، هتتلعب الرميه الحره، تاني بياخد رميه حره اسلام حسن، بيروح ياخد فاول بخبره، عايز يطول زمن الهجمه بتاعته. 11-9 للنادي الاهلي، داخلين على اخر تقريبا 6 دقائق، وبيصاب كره قويه فيصل لكن هادي رفعت متالق، بقول لكم حارس مرمى كبير وعنده خبرات كبيره، متوقع زاويه التصويب، مستني عبد الرحمن فيصل في الزاويه من قبل ما تطلع كره من ايده، تصدى للتصويبه، بيطلع الكره على طول لشهاب اللي بيخترق بمهاره عاليه، شهاب بيخترق بمهاره عاليه، خدع بيها لاعب الدفاع في النادي الاهلي، بيسجل هدف العاشر. تاني الهجمه على النادي الاهلي، 11-10 للنادي الاهلي، وقت مستقطع بيطلبه كابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي بعد ما لقى فيه ارتباك في الدفاع وفي الهجوم، وقرب النادي الجيش قرب النتيجه لفارق هدف واحد، طلب وقت مستقطع ليه كابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي. بعد اللقطات هنا لهادي رفعت حارس مرمى نادي الجيش اللي عامل مباراه كبيره جدا، والتصديات اللي تصدى لها مؤثره جدا معاه في نتيجه المباراه لصالح فريقه نادي الجيش. وقت مستقطع طلبه كابتن طارق محروس، هنشوف كده كابتن طارق محروس بيتكلم بيقول ايه مع اللعيبه. بعض اللقطات في احداث الشوط الاول، حصل تعديل في المواعيد المباريات في الدوره المجمعه، المباراه كانت مفروض الساعه 4 اتقدمت نص ساعه 3:30، وبرده غدا ان شاء الله مباراه الساعه 3 بين الجيش وسبورتنج هتبقى في توقيت الساعه 2:30 ظهرا، اتقدمت برده نص ساعه علشان تسمح التقديم النص ساعه دي بالتسخين الكافي للمباراه لعيبه الفرقتين في المباراه الثانيه، يعني لان في بعض الفرق اشتكت من فتره التسخين، طبعا بيتمرن هو او بيعمل التسخين بتاعه على الملعب الفرعي وبعدين بيخش الملعب بيبقى قصاده بس 10 دقائق، فلقى الاتحاد المصري لكره اليد عشان يسهل للاعبين قدم ميعاد المباراه الاولى نص ساعه النهارده بتتلعب الساعه 3:30، وغدا ان شاء الله برضو مباراه الجيش وسبورتنج هتبقى الساعه 2:30 ظهرا. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي اسلام حسن، فصانع اللعب لفيصل كان عايز يقطع الكوره ولكن طبعا عمل اربع خطوات لان طلع لاعب نادي الجيش عايز يقطع التمرير، هادي رفعت بيطلع فاست بريك، فاست بريك لكن ما استلمهاش ابو المعاطي، هادي رفعت كان مطلع فاست بريك كويس جدا، هادي رفعت كان مطلع فاست بريك كويس جدا لكن ابو المعاطي ما قدرش يسيطر على الكوره، بتطلع الكوره بره الملعب. 11-10 فارق هدف واحد تقدم للنادي الاهلي، داخلين على 25 دقيقه من احداث الشوط الاول. سيف هاني بيتكلم مع اسلام، اثنين صناع لعب في الخط الخلفي، سيف هاني واسلام حسن. اسلام ياخد الكوره لسيف هاني في الباك الشمال، لاسلام يدي الكوره لاشين اللي عايز يخترق من ناحيه الباك اليمين وبياخد رميه حره، رميه حره من ناحيه الباك اليمين للنادي الاهلي. لاشين تاني لاسلام عايز يصوب تصويبه من اسفل يد المدافعين سهله لهادي رفعت، تتصدى للتصويبه ودفاع قوي من لعيبه نادي الجيش، هادي رفعت عايز يطلع فاست بريك سريع، نادي الجيش عايز يجيب هدف التعادل، ارتداد سريع في دفاع النادي الاهلي
وعلى طول خالد بندق المدير الفني نادي الجيش بيتكلم مع اللعيبه. لقى في ارتداد سريع في دفاع النادي الاهلي، بيتكلم مع لعيبته ان هم يوقفوا الكوره ويعملوا هجمه منظمه عشان عايز يجيب هدف التعادل ومش عايز يفقد الكوره بسهوله. نزل زياد كصانع لعب تاني مره تانيه، زياد بيتكلم مع اللعيبه لشهاب عايز يصوب، يطلع يقابله ابراهيم المصري يجبره على التمرير، عايز يكمل الكوره وياخد رميه جزائيه. بياخد رميه جزائيه بمهاره فرديه جدا، وبياخد ايقاف دقيقتين احمد هشام سيسه لاعب النادي الاهلي، ايقاف دقيقتين ورميه جزائيه. ايقاف دقيقتين ورميه جزائيه، الحكام بيشرحوا برضو القرار للاعيبه النادي الاهلي. احمد هشام سيسه برضو لاعب مؤثر جدا، وخاصه طبعا في القوه الهجوميه بيعتمدوا عليه لاعيبه فريق النادي الاهلي. رميه جزائيه لمحمد عصام، هل ممكن يجيب هدف التعادل؟ محمد عصام للرميه الجزائيه وبيسجل هدف التعادل، واول تعادل في احداث الشوط الاول. اول تعادل في احداث الشوط الاول 11-11، 26 دقيقه في الدقيقه 26 من احداث الشوط الاول بيسجل هدف التعادل 11-11. نادي الجيش ابتدى متاخر في التركيز في دخوله في جو المباراه، لكن في تقريبا في الدقيقه الثامنه من احداث الشوط الاول ابتدى يستعيد توازنه وابتدى يجاري النادي الاهلي في مجريات احداث المباراه علشان يسجل هدف التعادل في الدقيقه 26. اخر اربع دقائق من احداث الشوط الاول تعادل 11-11. اسلام حسن تاني عايز يعدي، دخل في الزحمه بياخد رميه حره، طبعا في نقص عددي فاسلام حسن عايز يطول زمن الهجمه بتاعته، بيسيب حتى الكوره عشان يستهلك ثواني. طبعا لسه بدري جدا، لسه فاضل لنا اربع دقائق من الشوط الاول والشوط الثاني باكمله. تاني رميه حره سيف هاني، سيف هاني تاني فاول عكس مهاجم، فاول عكس مهاجم على سيف هاني لاعب النادي الاهلي. فاست بريك سريع للنادي الجيش، شهاب، شهاب عايز يكمل فاست بريك لمحمد ابراهيم، دفاع قوي على محمد ابراهيم، الحكام بيمشوا الكوره على طول. فاست بريك سريع للنادي الاهلي، ممكن يسجل، فعلا بينجح يسجل في الجناح من ناحيه الجناح الشمال، بيقدر يسجل هدف التقدم للنادي الاهلي 12-11 في الدقيقه 27. ترتد على طول رميه ارسال سريعه تاني لنادي الجيش لشهاب اللي عايز يجيب هدف التعادل، وبيصوب وبياخد رميه حره، وبياخد رميه حره، رميه حره لنادي الجيش 12-11 تقدم النادي الاهلي بفرق هدف. بعد ما كان اقترب نادي الجيش وقدر يسجل هدف التعادل يتقدم النادي الاهلي مره اخرى 12-11. نزل زياد في نقص عددي في صفوف النادي الاهلي، شهاب بيستغل نقص العدد ليعد التمريره، ما قدرش يسيطر عليها زياد، يفقد الكوره، تروح الكوره للنادي الاهلي يسجل الهدف ال 13. تمريره خاطئه رغم ان كان في نقص عددي في دفاع النادي الاهلي، لكن تمريره خاطئه من لاعيبه نادي الجيش بتفقدوا الكوره، ترتد عليهم بفاست بريك وترتد عليهم بتسجيل نادي الاهلي هدف عشان يتقدم بفارق هدفين، يتقدم النادي الاهلي بفارق هدفين. احمد راضي سجل الهدف وبيرد عليه نادي الجيش، بيسجل الهدف ال 12 13-12. تاني فاست بريك سريع، ايقاف دقيقتين، ايقاف دقيقتين بيعترض كابتن خالد بندق مدير فني نادي الجيش. محمد عصام بياخد ايقاف دقيقتين في اخر دقيقه و30 ثانيه من احداث الشوط الاول. كان انطلق هنا سيف هاني، بنشوفها تاني، اداله قرار ايقاف دقيقتين، بيعترض ليزا كابتن خالد بندق مدير فني نادي الجيش على القرار 13-12. بيتكلم مع لعيبته، طبعا في نقص عددي في دفاع نادي الجيش، سيف هاني عايز يعمل زياده عدديه لمحسن رمضان، تاني لفيصل عايز يصوب اتقفل عليه، عايز يكمل بالكوره وبياخد رميه حره. اسلام حسن بياخد رميه حره، اسلام تلعب الكوره على طول، سيف هاني تاني لمحسن رمضان، بيطلع يقابله دفاع قوي من محمد ابراهيم علشان عارف مهاره التصويب عند محسن رمضان، رميه حره للنادي الاهلي. نلعب في اخر دقيقه من احداث الشوط الاول، تاني سيف هاني نفس الكوره، شهاب عايز يقطع الكوره، اكبر سيف هاني يعمل رابعه، يعني خطوه رابعه، اربع خطوات اتكررت اكتر من مره، اللاعب يعمل اربع خطوات في اثناء اللاعب لما بيطلع يحاول يقطع الكوره التمرير. اخر تقريبا 30 ثانيه من احداث الشوط الاول، نادي الجيش عايز يجيب هدف التعادل. زياد لشهاب في الباك الشمال، زياد صانع اللعب، تاني شهاب اللي جه في النص لزياد عايز يعدي اتقفل عليه،
اخر 15 ثانيه تقريبا وقت مستقطع بيطلبه كابتن خالد بندق المدير الفني لنادي الجيش، لان لقى ان اللعيبه مش عارفه تنفذ الشق الهجومي عشان تجيب هدف التعادل. هيتكلم معاهم في الوقت المستقطع في اخر ثواني من احداث الشوط الاول. 13 12 29 دقيقه 19 ثانيه، فاضل تقريبا 40 ثانيه على انتهاء احداث الشوط الاول. هقف هنا الاول اثنين وثلاثه، هعمل اثنين رايت كامله، اثنين رايت كامله على طول. يعني انت هبدا هناك يوسف في النص، خلاص جمال اللي هيباص يمين واعمل التفويته وهي جايه عربي هيحجز لك يوسف معايا رايح الجون واسيبها لجمال. تاني لو حصل فاول وست باصات خلصت معاك باصتين فاول ايا كان يا جماعه الكوره جوه مش مهم. بقى المهم واحنا راجعين، المهم واحنا راجعين خلاص هيبقى بقى 20 ثانيه ولا بقى ايا كان لازم اقفل النص والوينج خلاص والوينج والباك ده اروح مع الهاف والوينج ياخد الاثنين. لما نعمل اثنين رايت اسمع بس لما نعمل اثنين رايت انتهى الوقت المستقطع على طلبه كابتن خالد بندق. طبعا بيتكلم في الشق الهجومي عشان يجيب هدف التعادل وطلب تحركات معينه من اللعيبه. هتتلعب الرمى الحره لنادي الجيش اخر 40 ثانيه من احداث الشوط الاول من المباراه. اخر 40 ثانيه من احداث الشوط الاول من المباراه هتتلعب الرمى الحره. الحكام بيرفعوا ايديهم اذن بلعب سلبي، اتكلم معاهم حتى على توقيت التصوير تمريرات في اللعب السلبي. ادي زياد عايز يعمل زياده بالاختراق من ناحيه الجناح الباك اليمين، بياخد رميه جزائيه، بينجح في الحصول على رميه جزائيه مهمه جدا لنادي الجيش، مهمه جدا لاحراز هدف التعادل. نجح التنفيذ الخططي في الاختراق دفاع اللعيب دفاع النادي الاهلي عن طريق احمد راضي. كان احمد راضي عايز يعمل فاول عكسي مهاجم، عدى منه لاعب نادي الجيش وخد رميه جزائيه. بيقول في دفاع من داخل الستة متر على لعيبه النادي الاهلي. رمى جزائيه هامه جدا لنادي الجيش عشان يجيب هدف التعادل. محمد ابراهيم بيضيع الرميه الجزائيه، بيضيع الرميه الجزائيه محمد ابراهيم. ما زالت النتيجه تقدم للنادي الاهلي 13 12 اخر ثواني من احداث الشوط الاول، تقريبا اخر 10 ثواني. محسن رمضان عايز يصوب، عكس الكره ناحيه الجناح الشمال ليه راضي احمد راضي، لكن مصاب الكره في العارضه، لكن الكره بترتد مره اخرى. لاعب نادي الجيش خدها من داخل 6 متر، رمية حرة للنادي الأهلي، آخر رمية حرة في أحداث الشوط الأول. ضيع نادي الأهلي تسجيل هدف التعادل عن طريق رمى جزائية عن طريق محمد إبراهيم، رمية حرة. طبعًا أنتوا عارفين تعديل القانون، الفريق كله بيقف حائط صد واللاعب بمفرده هو اللي بيتصدى في التصويب. 13 12 أحداث الشوط الأول. الكور دي حتى لما بتتسجل بتبقى يعني صعبه شويه، يبقى نتيجه دايما خطا دفاعي في وقوفه للتصدي للتصويب. بيصوب الكره اسلام حسن بره المرمى. تنتهي احداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين بتقدم للنادي الاهلي بنتيجه 13 12. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ثم نعود لننقل اليكم احداث الشوط الثاني من المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أعزائي المشاهدين نعود لننقل إليكم أحداث الشوط الثاني من مباريات اليوم الثاني من الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري المحترفين المصري لكرة اليد بين فريقي النادي الأهلي ونادي الجيش. انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة زي ما تابعتم معنا بتقدم للنادي الأهلي بفارق هدف 13-12. معكم دكتور إيهاب صلاح للتعليق على المباراة. المباريات طبعا دوري المحترفين هو اكبر مسابقه او اعلى مستوى فني بينظمه الاتحاد المصري لكره اليد. بتقام مباريات الدوره المجمعه هنا في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه اكتوبر. يمكن بمناسبه ذكر صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه اكتوبر، هذه الصاله انشئت لاستضافه بطوله العالم في مصر اللي كان مصر نظمتها في يناير 2021. الصاله ديت
صالة جديدة انشأت مع أرضا صالتين جداد، صالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب في مدينة الإسكندرية. صالات اتعملت في إنجاز وفي وقت قياسي عملته الدولة المصرية لاستضافة بطولة العالم في وقت كان كل جائحة كورونا بتجتاح العالم، كان كل العالم بيعمل إغلاق وبيلغي بطولات رياضية ودوريات بتتلغي. كانت مصر بتبني صالات جديدة وبتستعد لاستضافة بطولة العالم في موعدها، ودايما مصر بتفي بوعودها وبالتزاماتها، واستضافت بطولة العالم ونظمتها على أعلى مستوى فني. ومصر كمان استحدثت نظام طبي خاص لم يحدث في أي بطولة في بطولات العالم، نظام الإجراءات الطبية والفقاعة الطبية لسلامة اللاعبين من أول وصولهم إلى المطار القاهرة ووجودهم في الفنادق وانتقالهم إلى الصالات للعب المباريات. وده اللي شجع اللجنة المنظمة عن أولمبياد طوكيو بعد ما كانت اتأجلت لمدة عام من 2020 إلى 2021 إنها تيجي تحضر، يجي وفد بيحضر البطولة ويشوف إجراءات مصر في تنظيم البطولة والإجراءات الطبية اللي خدتها، ونظمت وتشجعت إنها تعمل أولمبياد طوكيو اللي كانت مهددة بالإلغاء الكامل يعني. فمناسبة ذكرى هذه الصالة اللي هي معمولة على أعلى مستوى فني في العالم، هي وصالة العاصمة الإدارية وصالة برج العرب بتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى العديد من البطولات والمباريات الهامة، بتستضيف الآن مباريات دوري المحترفين لتحديد بطل المسابقة. ودايما يعني كل مواطن مصري انه يفتخر بإنجازات الدولة المصرية وقوتها، ودايما الدولة المصرية قوية وملتزمة بالتزاماتها وتعهداتها في كل المجالات. يعني الصالة ديت لازم لما تشوفها افتكر توقيت انشائها في وقت حرج جدا، كان كل جائحة كورونا بتجتاح العالم وكان كل العالم بيغلق وما كانش العالم يعني مستعد تماما لاستضافة البطولة، بعكس مصر كانت عكس العالم كله بتبني صالات جديدة وبتستضيف بطولة كبيرة 32 منتخب وعلى أعلى مستوى. نجهز الآن وبداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والجيش. لم تستنى مع نادي الأهلي على العمل، رمت إرسال سريع على طول في بداية الثواني الأولى من الشوط الثاني، رمت إرسال سريع، دي من حاجات المستويات الفنية العالية. وكانش لسه لعيبة نادي الجيش دخلوا في تركيز في جو المباراة في الثواني الأولى من أحداث الشوط الثاني، اخترقوا دفاع النادي الأهلي وحصلوا على رمية جزائية. بنشوفها ثاني، أدي نعمان اللي دفع بيه طارق محروس المدير الفني للنادي الأهلي، نزل الكرة نعمان للدايره لعمر شريف عبد العزيز اللي بياخد رمى جزائيه. رمى جزائيه احمد راضي بيتصدى للرمى الجزائيه، لكن تصدي رائع من هادي رفعت اللي عامل مباراه كبيره جدا. هادي رفعت تتصدى لتصويبه الرمى الجزائيه من احمد راضي، لكن ترتد الكره مره اخرى لنادي الاهلي. مصطفى خليل بيمشي الكره لنعمان في الباك الشمال، نعمان يعكس الكره ناحيه الجناح الشمال لاحمد راضي، بيتصدى لها احمد رفعت وبيشيل الكره من على خط المرمى. يعني هادي رفعت يعني مباراة كبيرة جدا، بقول لكم حارس مرمى مميز، خبرة كبيرة جدا وله دور كبير جدا في التصديات اللي بتصدى لها في من بداية أحداث الشوط الأول من المباراة. بص هنا هو هادي رفعت وبينقذ الكرة قبل مرور خط المرمى. ما زالت النتيجة زي ما أنهينا بها الشوط الأول 13-12 تقدم للنادي الأهلي في أحداث الشوط الأول. الهجمة على نادي الجيش، كان نادي الجيش ضيع رمية جزائية في نهاية أحداث الشوط الأول، فخذ للكورة برضو تسرع في اللعب، الحكام بيوقفوا الملعب، في عيب في الإضاءة هنا، يعني في مشكلة هنا في الكهرباء في الصالة، الحكام وقفوا الملعب الفاست بريك اللي كان عامله النادي الأهلي. كابتن أحمد مصطفى شوقي بيتكلم مع كابتن عفت رشاد المراقب العام للمباريات الدورة المجمعة عامة، في اثنين مراقبين فنيين كابتن شعبان محمد وكابتن حسين توفيق، اثنين مراقبين فنيين لكل مباريات الدورة المجمعة، هيكون دايما هتشوف في اثنين مراقبين فنيين موجودين في المباراة. كابتن مصطفى المعاملي وكابتن محمد سامي تسجيل مسجل وميقاتي. فيه هو رمية جزائية احتسبت، هنشوف يعني مش واضح القرار، رمية جزائية للنادي الأهلي لكن مش واضح كان القرار ايه، هل كان في إعاقة للتصويب
بيتكلم هادي رفعت بيشوفوا التوقيت والنتيجة. رمية جزائية فعل النادي الأهلي. هل حصل إعاقة في التصويب أثناء الهجمة اللي فاتت؟ ما كانتش واضحة في الصورة. تاني لاشين بتتصدر رمية جزائية وبيسجل الهدف للنادي الأهلي. الهدف ال 14 بيسجل الهدف ال 14 للنادي الأهلي. 14-12 يتقدم النادي الأهلي بفارق هدفين في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني. دقيقتين من أحداث الشوط الثاني 14-12 للنادي الأهلي. لاشين شهاب بيمشي الكرة على طول لعيبة نادي الجيش. تحضير تاني في الهجوم المنظم بيحاولوا يسرعوا سرعة إيقاع الملعب باختراق دفاع النادي الأهلي بيتحرك مع الكرة. تاني عايز يعمل اختراق من ناحية الباك الشمال تصويبة قوية بتصطدم بالعرضة وترتد لكن كان النادي الأهلي عايز يعني دخل ابراهيم المصري من داخل 6 متر فحسب الكوره رميه حره على النادي الاهلي. محمد ابراهيم هيلعب الرميه الحره. شهاب على طول بيمرر لمحمد ابراهيم. عايزين يوجدوا ثغره للتصويب بنزل كره صعبه قوي لمحمد ابراهيم وسط اثنين مدافعين ما عرفش يستلم الكوره تروح عبد الرحمن طه عايز يطلع فاست بريك على طول. تاني مصطفى خليل عايز يزود الفاست بريك وبيصوب كره من خارج 9 متر يتصدى لها هادي رفعت لكن ترتد مره اخرى للنادي الاهلي. عمر شريف بيسجل الهدف للنادي الاهلي. مسؤوليه هنا طبعا دفاع نادي الجيش مفيش متابعة هو اللي تبع الكورة نشوفها طبعا في الإعادة هو اللي تبع الكورة وقدر هو يستخلص الكورة ويقدر يسجل الهدف للنادي الأهلي. 15 النادي الأهلي 12 نادي الجيش. نازل كورة على الدايرة فاست بريك سريع ورمت إرسال سريع على طول لعيبة نادي الجيش. دايما سرعة نقل الكورة لعيبة نادي الجيش بتبقى مؤثرة يعني لما بيسرعوا سرعة إيقاع الملعب بتمثل خطر على دفاع النادي الأهلي لكن ده طول ما الكورة ماشية ببطء بتسهل مسؤولية مأمورية الدفاع للنادي الأهلي. المرة دي عامل رمت إرسال سريعة وفص بريك سريع بينفرد محمد ابراهيم وبيقدر يسجل هدف ال 13 نادي الجيش. 4 دقائق من احداث الشوط الاول. نعمان مصطفى خليل صنع لعب النادي الاهلي لنعمان عايز يصوب من مسافه بعيده قوي يا نعمان. حقت صد دفاع قوي من لعيبه نادي الجيش. تطلع كره راميه جانبيه للنادي الاهلي. راميه جانبيه للنادي الاهلي. ضغط محمد محسن على محسن رمضان تلعب الرميه الجانبيه على طول. تحضير تاني في الهجوم. عمر شريف تاني محسن رمضان نعمان عايز يخترق لكن رمية حرة للنادي الأهلي. بيحاول نادي الجيش إنه يبتدي يظبط دفاعاته. بيتكلم معاهم خالد بندق المدير الفني مصطفى خليل يعمل زيادة عددية لمحسن رمضان عايز يصوب رغم إنه هو في وضع مش مظبوط للتصويب لكن نجح محسن رمضان لاعب قوي ولاعب مهاري بينجح في التصويب ويقدر يسجل الهدف 16 للنادي الأهلي. فاست بريك سريع لنادي الجيش بياخد رمية حرة. فاست بريك سريع بياخد رميه حره. يوسف احمد خد رميه حره. ارتداد كان سريع في الدفاع النادي الاهلي عشان يوقف خطوره الفاست بريك لنادي الجيش. محمد ابراهيم بيطلع يسند مع الخط الخلفي. يوسف احمد بيمشي الكوره لشهاب اللي جه صانع لعب عايز يطلع يقابله ابراهيم المصري ويدي مساحه ليه عشان التصويب. نقل الكوره ناحيه الجناح الشمال لمحمد محسن لاعب مهاري جدا. محمد محسن لاعب مهاري جدا في فريق نادي الجيش. خبراته ومهاراته عاليه جدا بيقدر يسجل هدف ل 14 لنادي الجيش من ناحيه الجناح الشمال. نوعوا فريق الجيش الهجمه المنظمه بتاعتهم ونقلوا الكوره ناحيه الجناح اللي قدر يسجل محمد محسن الهدف ل 14. 16 النادي الاهلي 14 نادي الجيش. تقدم لنادي الاهلي بفارق هدفين. بنلعب في الدقيقة السادسة من احداث الشوط الثاني من المباراة. نعمان مصطفى خليل محسن رمضان في الباك اليمين برضه في وضع مش مظبوط للتصويب لكن بياخد رمية حرة للدفاع القوي اللي عمله معاه لاعبي نادي الجيش. بنشوفها تاني بص على طول طبعا خلاص دفع معاه محمد ابراهيم في وضع مش مظبوط تصويب وبيقدر يسجل النادي الاهلي الهدف ال 17. بيسجل النادي الاهلي الهدف ال 17. شهاب يعمل زياده عدديه لمحمد ابراهيم بذكاء وبخبره وبمهاره. محمد ابراهيم
لاعب خبره كبيره بينجح في الحصول على رميه جزائيه، لكن اتعملت كويس جدا، لعيبه نادي الجيش عملوها كويس جدا في رمية ارسال السريعه وفصل بريك السريع. ايقاف دقيقتين للاعب النادي الاهلي، هنشوفه ادى قرار ايقاف دقيقتين لمين، هنشوفها تاني. ادي محمد ابراهيم لف على طول وهو بيستلم، طبعا مهاراته عاليه جدا، بياخد رميه جزائيه. محمد محسن كالعاده متخصص الرميات الجزائيه، محمد محسن وبيحط الكوره غريبه جدا، رغم ان هو لاعب مهاري في يعني في تسديدات الرميه الجزائيه، لكن حط الكوره بغرابه شديده جدا بره المرمى ويضيع فرصه احراز هدف عشان يقرب فرق الاهداف بينه وبين النادي الاهلي. ما زالت النتيجه تقدم للنادي الاهلي 17-14، هيلعبوا ناقصين العدد لمده دقيقتين. خرج حارس المرمى وبينزل لاعب، دفع طرف حروس بلاعب مكان عبد الرحمن طه، تاني محسن رمضان بيصوب يتصدى لها. هادي رفعت عايز يطلع فاست بريك، مفيش حد جه قرب له يستلم الكوره. دايما بنقول فيه دايما صانع لعب للفاست بريك، انه يستلم الكوره، لان هو اللي بينقل، الملعب. في لعيب مميز عنده المهاره الكافيه ان هو يبتدي يغير سرعه الملعب وينقل الملعب لملعب الفريق المنافس. ١٧-١٤ تقدم للنادي الاهلي. ١٧-١٤ تقدم للنادي الاهلي، بنستأنف احداث الشوط الثاني. بنلعب في الدقيقة السابعة من احداث الشوط الثاني، شاب ثاني عايز يصوب تصويبة، يعني تمريرة طبعا صعب جدا، يستلم محمد محسن صعب جدا، رغم ان كان محمد محسن يعني هو خدع بيها دفاع النادي الاهلي، لكن ادى تمريره صعبه جدا لمحمد محسن ان هو يستلم الكوره، تطلع الكوره بره الملعب. 17-14 النادي الاهلي، لسه بدري جدا على احداث المباراه. نعمان دفع بيه دلوقتي طارق محروس كصانع لعب، كان الشوط الاول كان فيه اثنين صناع لعب، سيف هاني واسلام حسن، بياخد مصطفى خليل رميه حره، رميه حره للنادي الاهلي. ياسر سيف بيلعب الرمية الحرة على طول لمصطفى خليل في الباك الشمال، تاني لنعمان عايز يصوب كورة من وضع الثبات عشان يخدع بيها دفاع النادي الاهلي، لكن التصويبة مش مظبوطة، تطلع كورة بره المرمى. عايزين يعملوا نادي الجيش فاست بريك سريع وما يستلم، رغم انه كان داخل ممكن يعمل اختراق لكن ما يستلمش الكورة، توقيت الحركة بتاعته كانت مش مظبوطة، توقيت التحرك بتاعه ما كانش مظبوط. تاني بيرد عليه لعيبة النادي الاهلي مصطفى خليل، فاست بريك يخترق لكن يتألق كالعادة هادي رفعت، حارس مرمى نادي الجيش، وقت مستقطع بيطلبه كابتن خالد بندق المدير الفني لنادي الجيش، لان لقى اسلوب اللعب اللي لعبته في المباراة في احداثها في 8 دقايق من احداث الشوط الثاني مش على المستوى المطلوب سواء في الدفاع او في الهجوم، خاصة في عملية التمرير والاستلام وفي التحول السريع من الدفاع للهجوم، ما كانش على المستوى المطلوب والأخطاء الموجودة عنده في الدفاع. نبتدي يتكلم معاهم كابتن خالد بونو مدير فني نادي الجيش، طبعا هيستغل الوقت ده برضه كابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الأهلي. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن خالد بندق مدير فني نادي الجيش. 17-14، 7:50 داخلين على الدقيقه الثامنه من احداث الشوط الثاني من المباراه، تقدم للنادي الاهلي بفارق 3 اهداف، 17-14. اتكلم معاهم خالد بندق، هنشوف ايه التعليمات اللي خدوها اللعيبه، يعني مستوى الاداء في الشوط الثاني لقيت نادي الجيش مش على المستوى المطلوب بعكس يمكن نهايات احداث الشوط الاول. طبعا مباراه صعبه زي ديت ما تستحملش اي عدم تركيز او اخطاء كتير،
خاصة في التمرير واستلام الكورة، دي يعني دي المهارات الأساسية للاعب، ازاي يعمل تمرير واستلام في مواقف المباراة المختلفة. 8 دقائق من أحداث الشوط الثاني، بنستأنف أحداث الشوط الثاني بعد الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن خالد بندق. تاني بيمشي الكورة زياد صنع اللعب ليوسف أحمد، تاني دفاع قوي من لعيبة النادي الأهلي، تاني عايز يصوب لكن تصويبه مش مظبوطة، تطلع كرة بره المرمى، عبد الرحمن طه بيعمل فاست بريك سريع للنادي الأهلي، تاني محسن رمضان وبيصوب كرة قوية لكن هادي رفعت مستنيه في زاوية التصويب، هادي رفعت مستنيه في زاوية التصويب، قاري زاوية التصويب لمحسن رمضان، مهم جدا دايما حارس المرمى بيذاكر اللعيبة في زاوية التصويب. فاست بريك سريع لنادي الجيش، ارتداد سريع في دفاع النادي الأهلي، كان عايزين يقطعوا لعيبه النادي الاهلي الكوره لكن الكوره تروح مره اخرى نادي الجيش، ما زالت نادي 17 14 لغايه دلوقتي لسه ما حصلش تغيير في الاداء للعيبه نادي الجيش في الوقت المستقطع اللي طالبه كابتن خالد بندق المدير الفني لنادي الجيش. 9 دقائق من الشوط الثاني، زياد بيحضر للتصويب، زياد في الباك اليمين، بقول لكم تمرير واستلام اخطاء متكرره ودي من المهارات الاساسيه للاعب، يعني اخطاء متكرره في المباراه. باص بريك سريع لاحمد راضي من ناحيه الجناح الشمال، بيقدر يسجل احمد راضي المهاره، مركز برغم الدفاع اللي اتعمل عليه لكن احمد راضي عنده ثبات انفعالي وتركيز عالي، بتشوفها تاني من هو مركز كويس جدا برغم الدفاع وبيقدر يسجل كره قويه على يمين هادي رفعت. 18 14 للنادي الاهلي، 10 دقايق من احداث الشوط الثاني من المباراة في الدورة المجمعة الأولى في تحديد بطل دوري المحترفين هنا في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة أكتوبر. زياد تاني صنع اللعب، يمشي الكورة وعايز يخترق وعايز يصوب، وصوب كرة قوية تخدع عبد الرحمن طه، ما كانش متوقع التصويب، بيسجل الهدف ال 15 لنادي الجيش. 18 15 مش متوقع التصويب، عبد الرحمن طه واقف في مكانه كان فاكر ان حق الصد الدفاعي تصدى صوبه، بيرد لعيبه النادي الاهلي على طول بالهدف ال 19 على طول، فاست بريك سريع، رمت ارسال سريعه وبيقدروا يسجلوا ويستغلوا عدم الارتداد السريع لدفاع نادي الجيش، يسجلوا هدف 19. 19 النادي الاهلي، 15 نادي الجيش. تحضير يوسف طارق اللي نزل صانع لعب دلوقتي مع زياد، بقى في 2 صناع لعب لنادي الجيش، زياد يوسف طارق اللي معاه الكوره، زياد تاني شهاب يطلع الكوره، يتحرك لعيبه النادي الاهلي مع حركه الكوره، يوسف طارق تاني راح في الباك اليمين بيدي فرصه حجز للتصويب لشهاب، واقف عبد الرحمن طه مظبوط في زاويه التصويب وواقف مستني تصويبه شهاب، مذاكر شهاب هو للتصويب عبد الرحمن طه وتصدى لتصويبه شهاب. فاست بريك سريع للنادي الاهلي، نعمان وبيصوب من مسافه بعيده ورغم كده بينجح في التسجيل، هادي رفعت بيقول انا ما كنتش شايف الكوره من المدافع. طبعا دي حاجات بتبقى عايزه تدريب كتير، ان المدافع بيقفل ايه الزاويه اللي هيقفلها والحارس المرمى بيتحرك فين، هو بيقول انت خبيت عليا زاويه التصويب ما شفتش الكوره. 20 15 تقدم للنادي الاهلي بفارق 5 اهداف، تقدم للنادي الاهلي في الدقيقه 12 من احداث الشوط الثاني بفارق 5 اهداف، يوسف طارق في الباك اليمين لزياد صانع اللعب، جدار على محمد ابراهيم ممسوك من 2 لعيبه من محسن رمضان وابراهيم المصري، هيدي ايه احمد مصطفى شوقي بيقول بيكلم محمد ابراهيم وبيكلم ابراهيم المصري، رميه حره لنادي الجيش محمد ابراهيم اللي مشكل خطوره على دفاع النادي الاهلي عشان كده يعني مركزين تماما في الرقابه عليه. تاني شهاب في الباك الشمال، شهاب يوسف طارق في الباك اليمين اتقفل عليه، تصويبه صعبه قوي زياد، تصويبه صعبه قوي لكن تخدمه الكوره وترجع له مره ثانيه، زياد يوسف طارق دفاع قوي من عمر شريف، رميه حره لنادي الجيش. عمر شريف بيلعب النهارده مكان احمد عادل، دفع بيه كابتن طارق محروس النهارده في المباراه. يوسف طارق لشهاب اللي عايز يصوب لكن بيخش في الزحمه صعب قوي، عايز تصوب داخل في الزحمه صعب جدا لكن بياخد رميه حره، دايما اللعيب المصاب القوي يبعد عن حائط الصد الدفاعي ويبعد عن الزحمه. محمد ابراهيم هيلعب الرميه الحره
محسن رمضان طالع بره 9 متر عشان يوقف في الخط، وفاول حجز على محمد ابراهيم على الدايره. تتلعب الكوره احمد راضي من ناحيه الجناح الشمال، بيعدي وبينقل الكوره ناحيه لاشين في الجناح اليمين، وبيسجل لاشين الهدف ال21 من النادي الاهلي. اخطاء كتيره جدا من لعيبه نادي الجيش في التمرير والاستلام، بيستغلها لعيبه النادي الاهلي في التحول السريع من الدفاع للهجوم وتسجيل الاهداف. ايضا في ارتباك في التنفيذ الخططي في الهجمه المنظمه، مش على المستوى المطلوب للعيبه نادي الجيش في من بدايه احداث الشوط الثاني، مسهل ماموريه الدفاع. عملوا بس مرتين رمت ارسال سريع فاص بريك سريع، نجحوا فيها انه يسجلوا هدفين متتاليين. ادي محمد ابراهيم بمهاره بياخد رميه حره، لان عمل 4 خطوات اداله الحكم الرميه الحره بتاعته. طبعا الحكام بيدوا الفرصه للاعب بدان في الشكل القانوني، يعني في الاطار القانوني، خلاص بره الشكل القانوني، خد خطوه رابعه زياده بيديله الرميه الحره بتاعته، لكن مهم اتاحه الفرصه للاعب بدان في الاطار القانوني. تاني عايز يصوب بياخد رميه حره، يوسف احمد بياخد رميه حره، تاني شهاب، يوسف طارق اللي عايز يخترق، دخل هو ومحمد ابراهيم الاثنين قصاد بعض. محمد ابراهيم بيكلمه، يعني لازم يبقى فيه دايما تفاهم بين الخط الخلفي ولاعب الدايره، ما يبقاش الاثنين واقفين في نفس الخط في نفس الاتجاه. يوسف طارق تاني عايز يعدي، بياخد رميه حره، دفاع قوي من ابراهيم المصري. احمد مصطفى شوقي بيدي تحذير لابراهيم المصري، حكام بيرفعوا ايديهم اذا بلعب سلبي على لعيبه نادي الجيش. شهاب برضه داخل في الزحمه بياخد رميه حره. دايما بنقول اللاعب المصاب القوي ما يدخلش في الزحمه، دايما بيبعد عن المدافعين عشان يستغل مهاره التصويب بتاعته. تاني وفاول على يوسف طارق، يفقد الكره لعيبه نادي الجيش. فاست بريك سريع لاحمد راضي، وبياخد رميه جزائيه. احمد راضي بياخد رميه جزائيه، اعاقته في التصويب في الفاست بريك، بياخد رميه جزائيه لكن لعيبه نادي الجيش يعني سرعه نقل الكوره، التمريرات الخاطئه، يعني رغم ان دفع كابتن خالد بندق باثنين صناع لعب في الخط الخلفي، لكن برضو مستوى الاداء في الهجمه المنظمه لنادي الجيش مش على المستوى المطلوب، مسهل ماموريه الدفاع للعيبه النادي الاهلي. هينزل مؤمن في الرميه الجزائيه مكان هادي رفعت، مؤمن حراس المرمى الشباب الممتازين، حارس مرمى نادي الجيش له مستقبل كبير، مكان هادي رفعت المتالق من بدايه المباراه. رميه جزائيه للنادي الاهلي في نصف احداث الشوط الثاني من المباراه، رميه جزائيه، لاشين بيسجل من الرميه الجزائيه، بيسجل هدف 22 من الرميه الجزائيه. يتقدم النادي الاهلي 22-15 ما يسيطر لغايه دلوقتي النادي الاهلي تماما على احداث الشوط الثاني، واخطاء كتيره جدا من لعيبه نادي الجيش، واخطاء دايما بنقول المهارات الاساسيه للاعب التمرير والاستلام وتحت ضغط الخصم، يعني كمان يتقن مهاره التمرير والاستلام تحت ضغط الخصم، ولكن تمرير والاستلام في كور اهي لسه بنقول تحت ضغط الخصم، تمريره خاطئه تطلع بره الملعب ياخدها لعيبه النادي الاهلي، فاست بريك سريع ينفرد عمر شريف يسجل الهدف ال 23 للنادي الاهلي 23-15. اي تنفيذ خططي هتعمله والتمرير والاستلام بتاعك مش مظبوط ملوش لازمه. نزل دلوقتي سراج في حراسه المرمى لنادي الجيش. النادي الاهلي يعني نادي الجيش مسجل 3 حراس مرمى في قائمه اللاعبين في سكور المباراه 23-15. تاني يوسف طارق بياخد رميه حره، تاني بيحضر للتصويب، عايز ينزل الكوره على الدايره لكن ما يعرفش يستلم الكوره، ترتد الكوره فاست بريك للنادي الاهلي محسن رمضان، لكن تصدي من سراج حارس مرمى خبره كبيره وتاريخ كبير جدا. سراج مع نادي الجيش حارس مرمى متميز، حارس مرمى كبير، بيتصدى لتصويبه محمد رمضان. ما زالت النتيجه 23-15، 17 دقيقه من احداث الشوط الثاني. بتعادي تصويبه محمد رمضان والتصدي الرائع من سراج. شهاب يوسف طارق، شهاب تاني عايز يصوب وبيقدر يسجل. بقول لكم لازم يبعد عن المدافعين، يعني اي لاعب
عنده قوه التصويب ابعد عن المدافعين، ما تروحش لغايه المدافعين طبعا هو عشان تستغل مهارتك في التصويب. نجح نادي الجيش يسجل هدف ال 16 23 16 18 دقيقه من احداث الشوط الثاني. نعمان بيمشي الملعب صانع لعب النادي الاهلي لاسلام، بقى اثنين صناع لعب اسلام حسن ونعمان. اسلام عايز يعدي بياخد رميه حره، دفاع قوي من شهاب، رميه حره للنادي الاهلي. 23 16 تقدم للنادي الاهلي بفارق 7 اهداف. اسلام حسن تاني عايز يعمل حجز للاشين وبيعمله، ينجح فعلا في الحجز للتصويب للاشين، بيسجل لاشين الهدف ال 24 24 16. سراج مش عاجبه الدفاع طبعا، دايما حارس المرمى بيبقى لو حارس مرمى متميز، لو حارس مرمى متميز بيهمه جدا قوه الدفاع معاه، لان مش هيبقى هو في مواجهه صريحه مع التصويب من الخط الخلفي للفريق اللي قصاده او في الانفرادات، مهم جدا. عشان كده سراج مش عاجبه الدفاع اللي اتعمل لقصاد لاشين، ونجح لاشين ان يسجل هدف 24 للنادي الاهلي. 24 16 داخلين على 19 دقيقة من أحداث الشوط الثاني. يوسف طارق، يوسف ثاني لشهاب، عايز نزل الكرة على الدايرة، بياخد رمية حرة، بياخد رمية حرة. ثاني يوسف طارق نزل الكرة على الدايرة، عايز هو يخترق وبينجح في الاختراق في خطأ في التسليم والتسلل من لعيبة النادي الأهلي، بينجح في التسجيل. 24-17 للنادي الأهلي، 19 دقيقة من أحداث الشوط الثاني. إسلام حسن، نعمان، إسلام، لاشين عايز يعدي، نجح في إنه يعدي. الحكم إداله رمية حرة من ناحية الباك اليمين. لغايه دلوقتي النادي الاهلي هو المتحكم في ايقاع المباراه. اسلام حسن، نعمان، نعمان تاني عايز ينزل الكره على الدايره لعمر شريف، بيقدر يسجل بمهاره الرمل اللي كان بيدافع عليه محمد ابراهيم، بيسجل هدف ال 25 25 17 تلت ساعه من احداث الشوط الثاني. نزل الكره على طول على الدايره، فاست بريك سريع، بياخد احتساب له رميه جزائيه وايقاف دقيقتين، رمى جزائية وإيقاف دقيقتين لعربي وإيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري. رمى جزائية النادي الجيش بنشوفها تاني على الدايرة، بعد ما لف بيها على الدايرة بتبقى رمى جزائية. شهاب بيصوب تصويبة قوية، بتصطدم بالقائم، بتصطدم بالقائم وترتد مرة أخرى للنادي الأهلي. 25-17 بنشوفها تاني، تصويبة قوية من شهاب، تصطدم بالكره ما تحلفوش ما تمشيش معاه، تصطدم بالقائم وترتد للنادي الاهلي ويخفق في تسديد الرميه الجزائيه. 25-17 تقدم للنادي الاهلي، تلت ساعه من احداث الشوط الثاني من المباراه، هنلعب في اخر 10 دقائق من الشوط الثاني والمباراه. ثاني لاشين عايز يصوب كره قويه، بينجح في التسجيل. طبعا اللاعب كل ما بيسجل بياخد ثقه في نفسه اكتر، وده كمان بينعكس على حارس المرمى، تصويبه قويه. طبعا سراج بيقول ما فيش حد قابله، بيبص خالد بندق المدير الفني بيقول ما فيش حد طلع يقابله بقوه، نجح لاشين في التصويب وبيسجل الهدف على يمين سراج. 26-17 تقدم النادي الاهلي، فاست بريك سريع، يوسف طارق بيسجل الهدف ال 18، بيسجل الهدف ال 18. 26-18 فارق 8 اهداف تقدم للنادي الاهلي. اخر 9 دقائق من الشوط الثاني والمباراه. اسلام حسن لنعمان، عايز ينزل الكوره اللي قطع له كويس قوي، قطع له كويس قوي من ناحيه الجناح، بيقدر يسجل، قطع له كويس قوي من ناحيه الجناح، بيقدر يسجل محمد احمد الهدف للنادي الاهلي. بنشوفه تاني التحرك بتاعه وخالي تماما من رقابه وبيقدر يسجل. يوسف طارق
لشهاب يقراها احمد هشام سيسا يطلع على طول فاست بريك سريع ليه برضه بيقدر يسجل وبيقدر يسجل. بقول لكم النادي الاهلي متحكم الهدف ال 28 متحكم تماما النادي الاهلي في ايقاع المباراه متحكم تماما في ايقاع المباراه 22 دقيقه يعني الاتجاه المباراه في صالح النادي الاهلي. ابتدى لعيبه نادي الجيش يستسلموا تماما لنتيجه المباراه. ادي الفاست بريك في الانطلاقات ومعظم الاخطاء زي ما قلنا التمرير والسلام الخاطئ للاعيبه نادي الجيش في الهجمه المنظمه او في الهجوم الخاطئ في السريع. 28-18 تقدم للنادي الاهلي 22 دقيقه من احداث الشوط الثاني والمباراه. شهاب ليوسف طارق بياخد رميه حره هل عربي خد كارت احمر استبعاد من المباراه هنشوفها تاني وتصويبه تتصدى لها عبد الرحمن طه يعني ما وضحتش في الصوره في الملعب. اسلام حسن لاشين اسلام نعمان كان فعلا واضح ان عربي كان واخد كارت او الدقيقتين الثالثه ليه ايقاف الدقيقتين الثالث ليه يعني خرج بره الملعب. نادي الجيش بيلعب ناقص العدد ما وضحش قرار عربي. 29-18 تقدم للنادي الاهلي 23 دقيقه من احداث الشوط الثاني اخر 7 دقائق في اليوم الثاني من الدوره المجمعه الاولى لتحديد بطل دوري المحترفين. ثاني تنفيذ خططي طبعا خلاص هو نادي الجيش مستسلم تماما للنتيجه فقط بيؤدي المباراه النتيجه يعني وكل ما نادي الاهلي بيفرق في الاهداف بتنعكس على اداء لعيبه نادي الجيش. بيواصل نادي الاهلي ملاحقته لنادي الزمالك اللي متصدر الترتيب لغايه دلوقتي في الدوره المجمعه الاولى. شهاب عايز يصوب نزل الكره على الدايره بينجح في التسجيل الهدف ال 19 بنشوفها تاني. ادي الكارت الاحمر اهو اللي هو خد كارت احمر استبعاد من المباراه. اسلام حسن بيعمل خداع وعايز يخترق وخد رميه جزائيه ونجح في الحصول على رميه جزائيه في الدقيقه 24 من الشوط الثاني. فارق 10 اهداف صعب قوي على نادي الجيش انه يعوض في الوقت المتبقي رميه جزائيه وبيسجل بقوه. لاشين اللي بياخد الثقه في نفسه كل ما بيسجل بياخد ثقه في نفسه الحاجات دي مهمه جدا للاعب وايضا حارس المرمى يتصدى للتصويبات. 30-19 تاني الهجمه على نادي الجيش. شهاب اللي فقط بس هو دلوقتي نادي الجيش بيحاول بس يقرب فرق الاهداف بيكمل سيناريو الوقت المتبقي من المباراه فاخد الكوره تكرر كتير عبد الرحمن طه اسلام بينقل الكوره ناحيه الجناح اليمين. اسلام بيمشي الملعب لاشين عايز يصوب عامل زياده عدديه لنعمان كان ممكن هو اللي يخش يسجل عمل حاجه صعبه تروح الكوره لنادي الجيش. اخر 5 دقائق دايما الدورات المجمعه ليها اهميه فنيه كبيره ويمكن الاتحاد المصري لكره اليد من اول اتحاد من الالعاب الجماعيه اللي عمل نظام الدورات المجمعه لما لقى لعيبه منتخب مصر في بطولات العالم بيبتدي يصيبهم الارهاق من توالي عدد المباريات في وقت قليل فابتدى يعمل الدورات المجمعه لتحديد بطل المسابقه. فادي الدوره المجمعه ان اللاعب بيلعب عدد من المباريات في وقت قليل تحت ضغط بدني ونفسي وعصبي ليؤدي اعلى مستوى مهاري ليه علشان اللاعب في منتخب مصر لما يروح يلعب بطوله العالم يبقى معرض لنفس الضغوط اللي حصلت له في الدوري. ويسجل نادي الجيش الهدف من ناحيه الجناح اليمين الهدف ال 20 30-20 اخر 4 دقائق من احداث الشوط الاول. فيلعب اللاعب منتخب مصر
بنفس الضغوط اللي هو شافها في الدوري المحلي انه يؤدي اقصى يعني اكبر يعني المستوى المهاري العالي تحت الضغط البدني والعصبي في مباريات بطوله العالم. عشان كده دي فائده الدورات المجمعه اللي بيعملها الاتحاد المصري لكره اليد له الرياده في الموضوع دوت، وانعكست ده بالايجاب لمنتخب مصر. فاول حجز على لاعب الدايره للنادي الاهلي كان عايز يقطع الكره احمد هشام سيسه، تاني نزل الكره على الدايره منفرد وبيقدر يسجل الهدف 21. الملعب دلوقتي هو مجرد اداء للوقت المتبقي من المباراه بين لعيبه نادي الجيش ولعيبه النادي الاهلي، لان الوقت اللي فاضل لا يسمح بالتعويض. يعتبر النادي الاهلي حسم المباراه لصالحه. 30-21 سيف هاني، داخلين على اخر 3 دقائق. دفاع متقدم من لعيبه النادي الجيش، دفاع متقدم 3-2-1. نزل الكره على الدايره بياخد رميه حره، رميه حره للنادي الاهلي. عامل ده كويس عمر شريف النهارده كان احنا عادل، وحط الكوره برست ايده كده من جنب، لكن الكوره ما تمشيش معاه تصطدم بالقائم، كان ممكن يسجل. تاني شهاب يوسف طارق بيدخل في الزحمه، فقد للكوره طبعا داخل منطقه النص اللي هي زحمه في دفاع النادي الاهلي. فاست بريك محمد احمد من ناحيه الجناح اليمين، اهتم بتصويبه كوره قويه من فوق سراج. سراج حارس صاحب خبره، قرا زي التصويب وتصدى للتصويبه. عايز نزل الكرة على الدايرة يتقفل عليه. تاني الهجمة مع نادي الجيش، داخلين تقريبا على اخر دقيقتين من احداث الشوط الثاني والمباراة. بكده النادي الاهلي ياخد نقاط المباراة، 3 نقاط الفوز تضاف لرصيده اللي كان داخل رصيد المباراة باربع نقاط ونص، يبقى معاه 7.5 نقاط. وينتظر لقاء الزمالك وسبورتنج ليعقب هذه المباراة. دي دخل لاعب، دخل طبعا منفرد وعمل خطا ساذج، دخل جوه الستة متر في الانفراد. طبعا دي من الاخطاء الساذجه للاعب ان هو يعمل التصرف دوت في الانفراد بحارس المرمى، انه يخش داخل الستة متر. يبقى النادي الاهلي كده معاه 7.5 نقاط بفوزه في هذه المباراه، لان الوقت المتبقي المباراه لا يسمح بتعويض الفرق الاهداف لنادي الجيش. نادي الجيش هياخد نقطه الخساره، وكان داخل المباراه بنقطه ونص، هيبقى معاه 2.5 نقط. بيسجل نادي الجيش الهدف 22 30-22. داخلين على اخر دقيقه 15 ثانيه، اخر دقيقه 15 ثانيه من احداث المباراه. هننتظر في نهايه المباراه جائزه افضل لاعب في المباراه في بروتوكول جديد بيعمله الاتحاد المصري لكره اليد، وعامل رونق جميل في هذه المباراه. ادي لاشين بيعدي وبيقدر يسجل. الدفاع طبعا كل دفاع نادي الجيش مفتوح، لانه زي ما قلنا السيناريو دلوقتي لاداء لعيبه نادي الجيش ان هم تاديه المباراه وبيقدروا يسجلوا، وبرده نفس السيناريو لعيبه نادي الاهلي ان هو بيكملوا الوقت المتبقي من المباراه. 31-23 اخر ثواني، اخر ثواني من الشوط الثاني والمباراه. انت يعني خلاص ثواني وتطلق صفارة النهاية، فعلا انتهاء المباراة بفوز نادي الاهلي، انتهاء المباراة بفوز النادي الاهلي 31-23. النادي الاهلي كان داخل بقوة في ادائه للمباراة في ظل ملاحقته للنادي الزمالك اللي في المركز الاول، وننتظر لقاء الزمالك وسبورتنج بعد هذه المباراة. يبقى النادي الاهلي معاه 7.5 نقاط ونادي الجيش معاه 2.5 نقط. هننتظر من هو افضل لاعب في هذه المباراة. انتهت المباراة بخمسة نقاط لصالح الجيش بنتيجة 31-23 لصالح النادي. ادي الكابتن عفة رشاد المراقب العام في تشاور عشان يعلن عن جائزة رجل أفضل رجل في المباراة. لاعب النادي الأهلي رقم 55 محمد لاشين بياخد جائزة أفضل لاعب في المباراة، ودي حاجة تشجعه، من الحاجات اللي بتشجع اللاعب دايما. الجوائز ديت بتديله دايما إيجابية ويحصل على جائزة أفضل رجل في المباراة. مبروك الفوز للنادي الأهلي، هارد لك لنادي الجيش في اليوم الثاني من مباريات الدورة المجمعة الأولى هنا في صالة الدكتور حسن مصطفى.
كنت معكم للتعليق على المباراة دكتور إيهاب صلاح، حتى ألتقي بكم في مباراة أخرى، لكم مني أرق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.